مرور يا حاج. شوف الرخص بتاعته، شوف رخص. الاجراءات دي تعسفيه واحنا مش ممكن نقبل بيها حضره الضابط. يا حاج ايه يا حبيبي ايه انت بتأيد مش بتشتري، يعني ما تقعدش تحسس. الاجراء ده اتاخر قوي على فكره، المفروض حضرتك من اول يوم كنا نتحفظ على كل ممتلكاتك مع المتهمه، بس انت حظك حلو. نو بروبلم، الوضع ده مش هيستمر كتير. انا مش عارف يا عم انت ازاي تسمح لهم يعملوا كده عندك، انا ما حدش يقدر يعمل معايا كده. يعني كنت هتعمل ايه يعني؟ كنت صعدت الموقف لاعلى المستويات، لكن الحمد لله انكم ادركتم خطوره الموقف ومحدش قدر يمارس الاجراءات دي معايا. انت من الدرجه الاولى؟ نعم. انت من قرايب الدرجه الاولى للمتهمه؟ لا. طيب احنا بقى بنتعامل مع قرايب الدرجه الاولى بس، ممكن تسكت؟ لما حدش يقول لي اسكت. اسكت بقى يا طارق، اسكت بقى. عارف ساعتك دي لوحدها بكل اللي انتوا قاعدين تتفرجوا عليه. خد زيق وادعي لي. يخرب بيتك، شو قد ايه انت مهضومه. انتوا مش بتقولوا كده؟ اه يلا انا على الباب ونازل اهو. يلا مع السلامه. على فين؟ نازل. يعني ايه نازل؟ زهقت من القعده، فيها ايه؟ بعدين انت عارفه ان انا مش واخد على قعده البيت، واخد على الشغل. بعدين ده انا حتى لما كنت في ايام الدراسه كنت بصرف نفسي واشتغل. وهو الشغل المره دي بقى لبناني ولا ايه؟ لبناني هندي ايراني مالكيش فيه. وبعدين انا عايزك تفهمي حاجه، احنا متعودين ان احنا ما نخنقش على بعض، صح؟ عشان ايه؟ عشان احنا مش متجوزين، احنا يا دوب عايشين مع بعض. ها انت ليه عايزه تغير الموت؟ خلاص بقى، خلاص. أنا بحبك أنتي وعايزك تعرفي إن كل ده ولا حاجة، وهثبتلك ده في أقرب وقت. فك بقى، فك ورق العنب. ماشي، يلا باي باي. توبوريني. اشرب يا ابن عمي شوية شوربة، مش هقول لك بقى. اشرب. إن شاء الله. أنا يا صاحبي مش كانت المستشفى أحلى؟ كل يوم بتشوف ناس وناس في ناس، بدل ما تشوف السحنة المصرية ديت. ما بطيقش أم المستشفيات يا واد يا سوكا، لا بطيق ريحتها ولا أكلها، بحس إن روحي بتطلع جدع. إزاي بقى يا صاحبي؟ أمال مين هيغرلك على الجرح ويكشف عليك؟ ده جرح كبير يا صاحبي مش قليل. يا عم انزل استقضالي أي حكيم ولا تمرجي من على الناصية كده المستوصف اللي هناك ده، مش كيميا يعني. بصراحة كباكي الواد نسر كلمني وقال لي تعالى اعمل فرح اخته هديه، بس انا صاحبي مش هقول لك كشمت لهم. اه والله انت بتضحك على ايه؟ بقول لك كشمت لهم وهم كبروا لي يا صاحبي، وقالين هنأجل الفرح لغايه ما كباكي يقوم بالسلامه. انت عبيط يا سوكا، انت عبيط. ما تنزل يا تغني وتشوف اكل عيش، لو انت هتفضل لازق لنا 24 ساعه انزل يا اخفي من وشي ساعتين ثلاثه، وبالمره تجيب لنا مصاريف الاكل والشرب لحد ما اقف على رجلي. لا يمكن. ايه؟ لا يمكن يا كباكي، انا غني وانت بالحاله دي لا يمكن. اول ما تخف ان شاء الله ابقى ابتدي اغني. ما تنشف ياض، في ايه يعني؟ وانا مراتك وقاعده حامل، في ايه؟ ما تنزل تغني. هات البتاعه دي. اتفضل، بس ما تنساش بس تستقضلي اي حكيم ولا تمرجي عشان حاسس ان الجرح عفل. لا، ما انا مش هبيع بنتي، بس انا كمان لازم اشتري الناس اللي عمرهم ما حسسوني غير ان انا واحده منهم، ما لاش حته شغال. بس انت ما تعرفيش نجوان متورطه في ايه، ولو الحكومه وصلت لهم ممكن يكون وضعها ايه. يا لهوي، وهي نجوان الغلبانه دي هتتورط في ايه؟ ده لولا شك تعبان ده اللي اسمه مروان اللي قاعد يزنها على ودانها لحد ما غواها وخطفها معاه. وهي حبت انا وامها، طمع مع قلبها قتل على ابوها، ما بلاش عينها غير التراب. أنا بنتي ما تعملش حاجة وحشة أبدا، أيوه أنا اللي مربياها. أنا اترجيت أستاذ أبو طالب بيه، قلت له ما تأذيهاش، قال لي طمني يا انتصار مش هنأذيها، الراجل ده أنا معاشرها من سنين. هو صحيح يعني ما بيسيبش إزازة المنكر من إيده، بس راجل حقاني. أي والله العظيم أحسن من ناس كتير جدا قاعدين على السجادة. ما جرى إيه يا ست هاجر؟ هنفتح اوضه التمريض ملجا للفراشات ولا ايه؟ الحاجه انتصار قريبتي، وتقعد معايا في المكان اللي انا قاعده فيه ان شاء الله في اوضه المدير. طول ما انت لسانك طويل كده عمرك ما هتتثبتي. والله بقى انا اتثبت بشغلي، مش بالهق والماء اللي بيعملوه بقيه الممرضات. خلاص خلاص يا ست هاك، انا همشي عشان ما اجيب لك شي الكلام. انا اسفه يا ست الحكيمه، بس اصل انا والله كنت تعبان، لولاش قبل هاجر خدتني هنا عشان ارتاح شويه، وانا خلاص بقيت كويس. بعد اذنكم تفضلي.
استغفر الله العظيم يا رب. معلش يا عادي، شدي حيلك واستحملي شوية. أنا مش قادرة يا نادر، مش قادرة خلاص، أنا بنهار بجد. أنا بعد الصدمة اللي اتصدمتها كان المفروض أسافر في حتة، أقعد في أوتيل، في سناتوريوم، أعمل نقاهة لغاية ما أرتاح وأهدى. إنما أنت مش متخيل الوضع اللي أنا فيه، أنت مش متخيل أنا عايشة فين ومع مين. دي زريبة يا نادر، ولا لأ الزريبة أرحم حتى. عارف وفاهم وحاسس بيك يا هايدي، بس للأسف. ما تديني ميعاد يا نادر، مفيش حاجة اسمها استحملي وخلاص. قولي استحمل قد ايه، اسبوع، اتنين، تلاتة، شهر، فهمني القضية دي ماشية ازاي وانا هاخد براءتي امتى. انا ما عملتش حاجة تستاهل كل ده يا نادر. ايوه هايدي، بس القضية محتاجة شوية وقت. وقت يعني ايه؟ ما تتكلم كلام محدد. انا بدفع لك فلوس يا نادر عشان انت المحامي بتاعي والمفروض تفهمني اللي بيحصل، مش تعاملني زي العيلة الصغيرة وتخبي عني كل حاجة. طبعا حقك، ولو هيريحك انك تعرفي الوضع بالظبط فانا بقولك تعايشي تماما مع الوضع الجديد اللي عندك، لانك محتاجه معجزه من السماء يا هايدي. علشان تاخدي حكم مخفف، ده القانون. حكم المخفف ده بقى مش شهر ولا اتنين ولا عشرين، لا ده سنين. فبناء عليه بقولك تكيفي تماما مع الوضع الجديد اللي انت عايشه فيه، واللي ممكن يستمر لفتره طويله يا هايدي. فتره ممكن تنسيكي اصلا وضعك القديم، فهمتيني هايدي؟ انا مش ساكت، انا ماشي في كل الاتجاهات وبعمل مجهود خرافي علشان اخلصك من الوضع السيء اللي انت فيه، والوضع الاسوأ اللي مستنيكي اللي هو السجن. هو ده الوضع الكامل يا هايدي اللي انا باخد منك فلوس عشان اقوله لك. الو الو هايدي، الو لا طبعا في مشكله. اول حاجه كان في خطوره على حياه صاحبك، تاني حاجه انتوا ما دفعتوش اصلا فلوس المستشفى، تالت حاجه بقى اخدت الكرسي بتاع العيانين، وده في موظف مدي عليه عهده يعني ممكن يدفع ثمنه. انا مش فاهمه بس انتوا عملتوا كده ازاي. واحده واحده بس يا ملك الرحمه. انت اول حاجه كباكي مفيش خطر على حياته، ده واد بسبعه ارواح، وتاني حاجه دي مستشفى حكوميه، هدفع لك الفلوس كلها على دائره تعريفه، وبالنسبه للكرسي هجيبه لك وعنايه الاثنين، وفي بوسه حنك كمان. بس يعني ايوه حاجه كده لمؤاخذه كده، في سؤال سئيل يعني عايز اقوله لك. قول يا عم السئيل. في الاخر كده انت عارفه ان ابراهيم من ساعه ما خرج من المستشفى ما حدش غير له على الجرح، لا على الحقن اي حد اديها له، وانا ممكن اديها له بس يعني مش اي حد غير له على الجرح وانت عارفه. ايوه بس دي ما فيهاش رزاله ولا حاجه، ده شغلي عادي يعني. ما هو في مشكله تانية يا ابله. ايه بقى؟ ابراهيم ساكن فوق السطح وفي اوضه من الاخر كده عزبنجي لوحده، قاعد لوحده يعني. اه افلام عربي بقى، واروح ما الاقيش اصلا ولا في ابراهيم ولا جرح، واقول لك هو فين تقول لي راح مشوار والكلام الفاضي ده. صح اخص عليك يا ابله، ايه الافلام اللي انت اللي بتقوليها ديت؟ ده لو كعب رجلك بان اغطيهولك ان شاء الله قطع حته من جسمي. ما تعرفيش مين سكر الحلواني، الجدعانه، الشهامه، الطرب الاصيل. خلاص يا عم مش قوي كده، ما كانش قصدي. وعلى العموم انا هاخد امي معانا، مع ان امي ما تنفعش تطلع السلم، دي ست كبيره، بس هاخدها عشان انت ما تزعليش. اقول لك حاجه، امي دي ست طيبه جدا جدا جدا، كل المنطقه بتحبها. اقول لك حاجه، اي سر عندك قوله لها، لا يمكن تطلعه ابدا. دي واحده بس، ام سوكا يا عسل، الام المثاليه ام سوكا، حبيب قلبي، وحشاني يا ام. مين يا واد البت اللي انت جايبها في ايدك دي، حتى الاحمر والاخضر ولابسالي الشيء الفلاني؟ اما دي قبل هجر جايه لابراهيم تغير له على الجرح. تغير له على الجرح؟ يا اما كلمتك يا اما ولا دزتك على طرف؟ وتدوس لي على طرف ليه وتكلمني ليه؟ وانا مالي ومالي العالم دي اساسا يعني. وبعدين هي طالعه لابراهيم عشان تغير له على الجرح، وهو جدع واحد لوحده في الشقه. معناتها ايه دي بقى ان شاء الله؟ بقول لك يا اما دي بنت مؤدبه ومتربيه، ومن الاخر دي شغلتها بقى يا اما. شغلتها شغلتها يا شغلتها. اي هو انت يا واد ما بتشوفش تلفزيون ولا ما بتشوفش تلفزيون؟ ما انت هبل وعبيط ومخبل يا ولا، تشوف القصه متسبسبه تتسرسب وراها على طول. بقول لك يا اما تعالي اطلعي معانا عند ابراهيم، ابلة هاجر مش عايزه تطلع، بتقول ما ينفعش اطلع شقه فيها اتنين عزاب. لا يا اخويا انا ركب الروماتيزم واكلهم وما اقدرش لا اطلع ولا انزل. بس اقول لك يا واد، لا انا هطلع. ما اطلعش ليه؟ ما يبقاش عيلي في ايدي واقول راح فين. شد ايدي يا واد. تعالي يا واد اتفضلي اتفضلي. يا ابله هاجر استنى يا واد، الحاجات ده هي دي احنا هنسيبها كده اهو تسرق يا واد. مش هتسرق يا ام، انا هي الاثنين يا ام. شيل يا اخويا شيل. حاضر يا ام، اهو يا ام خلصيني يا ام، وادي كمان البصل اهو يا ام. ازيك يا خالتي؟ اهلا يا حبيبتي، اهلا وسهلا.
انت حلوه وزي القمر اهو. يلا يا واد يلا يا ام بسرعه يا ولا. يلا يا ام يلا ان شاء الله عليك. يلا يا ام يلا. ده انت والله ولا كوز العسل. اه يا بنت انت عارفه حارتنا ده هي كلها كده على بعضها ما فيش فيها ملاك رحمه دخلوا ابدا غيرك انت والله. كل اللي بيخشوا لنا ملائكه عذاب يا رب. يا ملائكه عذاب يا نونا. فين من ايام شهر العسل ما كلتش الحمام الحلو ده من ايديكي؟ ليه يا نونا وليه؟ ليه حرمانه منه ليه؟ بالهنا والشفا يا سلومتي. انت بتتعب يا اخويا رمى.